إلهام شاهين سعيدة بالانتقادات اللاذعة، وردوى الشربيني الأكثر تأثيراً، أما دنيا سمير غانم فبلا نصيب في رمضان القادم، بينما 9 غرز كانت نصيب ليلى علوي. لمزيد من الأخبار والتفاصيل شاهدوا معنا ترندات الأسبوع في دقائق. بعد أن عبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من بوستر مسلسل بطلوع الروح متهمينه بالإساءة للإسلام، والذي ظهرت به الفنانة إلهام شاهين مرتدية ملابس عسكرية لأحد التنظيمات، كشفت الفنانة إلهام عن سعادتها بردود الأفعال تلك، قائلة أن مجرد الأفيش أثار كل هذا الجدل، لتؤكد أن دورها في المسلسل سيكون علامة في تاريخها، حيث أنها توجه فيه رسالة مهمة. 9 غرز في كف ليلى علوي نتيجة إصابتها أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها القادم في رمضان، والذي تطلب ضربها لبرواز زجاجي بيدها، ووجهت رسالة شكر على إنستغرام لكل من كان معها وسأل عليها. والنجمة غادة عادل تواصل علاجها داخل منزلها، وذلك بعد خروجها من المستشفى على مسؤوليتها الخاصة بعد إصابتها بالتهاب في المثانة تسبب في مضاعفات بالكلى وتسمم في الدم. وطمأنت غادة جمهورها في آخر تصريحات لها بتحسن حالتها الصحية. والمذيعة رضوى الشربيني تستلم درع تكريمها من ملتقى شيكان لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية تحت رعاية وزارة التخطيط باعتبارها الأكثر تأثيراً، وخلال إلقاء كلمتها دخلت رضوى في نوبة بكاء وهي محتضنة ابنتيها. ودنيا سمير غانم تحذف متابعتها وصورها مع المنتج هشام جمال بموقع إنستغرام بعد الخلاف الذي حدث بينهما بسبب خروج مسلسلها عالم موازي من قائمة مسلسلات رمضان، وذلك بسبب انحياز المنتج هشام جمال للموسم الثاني لمسلسل في بيتنا روبوت واختياره للعرض بدلا من مسلسلها، والذي تم تأجيل عرضه من قبل بسبب إصابة البعض من فريق العمل بكورونا، وكان منهم دنيا سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز. أما عن تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي، فقد كشفت أنها تعافت من أعراض كورونا التي أصيبت بها منذ فترة، وذلك بعد اتباعها لبروتوكول العلاج مع التزامها بالعزل المنزلي. واحتفل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة يوم الثلاثاء 8 مارس بعيد ميلاده 88، وكذلك نشرت سارة صبري حفيدته فيديو لحظة وصوله لحفل زفافها، فكانت لحظة مليئة بدموع الفرح والدهشة، وحرص المتابعون على تقديم التهنئة لها. وتصدرت ياسمين صبري مؤخراً مؤشرات البحث على جوجل بعدما أطلت على متابعيها بالحجاب في صورة جديدة لها، وذلك أثناء قضائها لمناسك العمرة ليتفاعل معها الجمهور بالدعاء. والفنانة بدرية طلبة تعلق على هجوم محمود مهدي على نقابة المهن التمثيلية بأنه يبحث عن الشهرة فقط، كما طالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاته. وتوفي هذا الأسبوع المذيع والفنان الشاب إياد داوود عن عمر ناهز 39 عاماً، وكشف شقيقه الكاتب الصحفي خالد داوود عن أن مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل 5 شهور كانت هي السبب الحقيقي وراء الوفاة.